إليكم أغراض غريبة لا تباع إلا في الصين. هنا مجموعة من الأغراض الغريبة التي لا يمكن شراءها في أي مكان آخر سوى في الصين، وتجدر الإشارة إلى أن كل شيء هو قانوني تماما للبيع والشراء. هنا قائمة لأغراض غريبة لن تجدها إلا هناك. آلة بيع سرطان البحر. في العام 2010 قامت شركة توينك ليك كريب، وهي مورد سرطان البحر في الصين، بإطلاق آلة بيع السرطانات الحية للمرة مقابل حوالي دولارين. شاي الباندا. لا يبدو بأنه سيء السمعة، ولكن في الواقع فإن هذا الشاي معروف بأنه الشاي الأغلى في العالم. تبلغ تكلفة الكيلوغرام منه حوالي 77,000 دولار، مع العلم أنه مصنوع من مخلفات حيوان الباندا. روبوت المطاعم. الصين تشتهر حاليا بالثورة التكنولوجية الكبيرة، إذ أن هذه البلاد لديها روبوتات تخدم في عدد من المطاعم المختلفة وتقدم الوجبات للزبائن. معلبات الهواء. في الآونة الأخيرة فإن الصين تعاني من أسوأ نوعية هواء في العالم، مع ذلك فقد ابتكروا طريقة لحفظ الهواء النقي لسنوات من خلال معلبات الهواء هذه. انتظار ازدحام المرور. الصين لديها أكثر من 1.3 مليار نسمة، ومعظمهم يذهبون إلى عملهم يوميا، وإذا حدث ازدحام لحركة المرور في منطقة ما، يمكن استئجار شخص آخر للجلوس في سيارتك بينما تقوم بتأدية مهامك أو حتى النوم. جولة في قرية الأقزام. هناك منتجع في الصين معروف باسم مملكة الأقزام، حيث يقع على مساحة 13,000 فدان، جميع سكانه من الأقزام. أوباما فريد تشيكن. في عام 2011 قرر رجل أعمال من بكين احتكار سوق الأغذية عن طريق فتح مطعم أوباما فريد تشيكن، والذي كان يحتوي على شعار مشابه لكي أف سي مع وجه أوباما. ميداليات الحيوانات الحية. في الصين يتم بيع حلقات المفاتيح الميداليات التي تحتوي على حيوانات حية صغيرة في الداخل، والتي لا تستطيع الحصول على الهواء أو الطعام. هذه المخلوقات المسكينة يمكن بقاها على قيد الحياة لمدة 3 أو 4 أشهر قبل أن تهلك في الداخل. الأشخاص ذوي البشرة البيضاء. في الصين يمكن لرجال الأعمال استئجار شخص أبيض للوقوف بجانبهم في المناسبات الهامة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لقناة متابعناك.